أنا اسمي حسين سليم، قضاء النبطية بجنوب لبنان. اشتغلت تقريباً على فان نقل ركاب من النبطية على بيروت. بعد فترة صار يصير في مشاكل بلبنان، يوم يسكروا الطريق كرمال مشكل إذا تنعلقوا مع بعضهم يقطعوا الطريق، وعليك مدفوعات وعليك مصاريف وبتعرف ضرائب وهيك. رجعت كمان قلبت لفكرة سليم فريش جوز. طبعاً مش هيك مني الحالة، تسجلت بدورة نوايا وطلعت وساعدونا كتير، يعني كل واحد شو في أفكار براسه يكومها ويمشي فيها. فطلعت براسي فكرة إنه عصير طبيعي، يعني سليم فريش جوز، إنه منتج عصير طبيعي يومي للمدارس، للمستشفيات، للعالم، لكل حدا بتهمه صحته يعني ومصلحته. فشوي شوي بلشت بمطبخ البيت، بلشت أنا وماما لحالنا، بلشت بكمية كتير صغيرة، يعني صرت كل حدا روح لعنده دوقوا عنيني عنينتين تعجبه يطلب مني صندوق. فأول فترة كنت يعني إذا بعمل بالنهار تقريباً 50 قنينة، وصل طلبي يعني يمكن حطهم حق بنزين، بس كنت مبسوط إنه العالم مبسوطة فيهم ومعاجبينها. مرة على مرة صرت حدا يقول للتاني، يوم على يوم صرت تكبر الكمية، ليوم ما فت على المدارس وعلى الجامعات. يوم من الأيام وصلت طلبيتي، كنت بقلب البيت قبل ما أنزل على المعمل، لل 1700 قنين، وما كان عندي بعد موظفين. فاضطريت استعين باخواتي بحدا من الجيران، قدرت خلصتهم الاربع عشيه للسبعه الصبح. ونوايا كثير ساعدوني انه جبت ماكينات وخلاطات وفرايز. كنت اعمل على خلاط صغير 2 لتر، كنت ضل كل الليل لحتى لي تعصر 50 لتر او 60 لتر. الفواكه اللي عم جيبها عم استعملها عم جيبها من المزارعين المحليين، بعرف انه هيدي منتوجاتهم منيحه، مش حاطين لها اشياء بتضر طعمتها فيها، من جهه، ومن جهه ثانيه بكون عم شجعهم وعم ساعد اهل منطقتي. في معي هلا حاليا 4 موظفين بالمعمل، غير امي وخيي وانا طبعا. انا هلا طموحي لو بقدر لبي كل حدا بحب يشرب عصير طبيعي، وبقدر انه وسع شغلي ووزع على كل لبنان. لا اقدر احقق هيدا الطموح، اجباري بدي زيد بالخلاطات اللي عندي، او بدي جيب خلاط اكبر. اللي بينقصني بعد هو انه فان مجهز ومبرد. انا كثير حريص على المنتج اللي بعمله انه يوصل بافضل كواليتي. لهيدا السبب انا بفضل انه اسهر كل الليل ليضل اسمه فريش جوز.